الإخوة المواطنون، إننا ولله الحمد سائرون على محجة بيضاء، ليس لدينا أسرار وليس لدينا أمور تخفى على أبعد الناس، فسياستنا معروفة واتجاهنا واضح. نحن دعاة لكلمة الله سبحانه وتعالى، ودعاة لأن يكون دين الله ظاهر على كل شيء. لا يضيرنا في ذلك من تقول علينا بغير ما نقصد وبغير ما نعمل. أما من الناحية العربية فنحن دعاة لإخواننا العرب أن يتصافحوا وأن يتلاقوا بروح أخوية وبمحبة وبإخلاص، وأن يحترم كل منهم الآخر، وأن يمتنع عن التدخل في شؤونه الداخلية. وأن يحصر كل بلد جهوده في أن يبني بلده، وأن يجلب الرخاء والسعادة والاطمئنان لشعبه. فهذا كل ما نريد من إخواننا العرب. أما موقفنا نحن منهم فإننا معهم في كل الملمات في قضايانا العامة، ومن أراد منا مساعدة وكان في إمكاننا مساعدته فلن نتأخر عن ذلك. وإن تاريخكم أيها الإخوان وتاريخ هذا البلد لشاهد على ذلك، فلم تكونوا أبدا في المؤخرة وإنما دائما كنتم في المقدمة. وإن معارك بيرشيبة وبطاح فلسطين لتشهد بأن أبناؤكم الذين ذهبوا ليدافعوا عن وطنهم وطن إخوانهم لم يعد منهم إلا ربعهم، وقد استشهدوا على أرض فلسطين العزيزة. وإذا كان هناك الآن من يقول بأن العرب يقبلوا بقرارات الأمم المتحدة، فإننا نرفض ذلك رفضا باتا. لأننا أيها الإخوان إذا قبلنا بقرارات الأمم المتحدة فعلينا أن نعترف بدولة الصهاينة، لأن الأمم المتحدة معترفة به. وإذا قبلنا بقرارات الأمم المتحدة فلنقبل بتقسيم فلسطين، وهذا ما لا يمكن أن نقبله أو نرضى عنه، ولو أجمع العرب جميعا على أن يرضوا بوجود إسرائيل وبتقسيم فلسطين فلن ندخل معهم في هذا الاتفاق. وقد سبق لي وأن قلت إذا كان العرب حقيقة مخلصون وجادون وعازمون على أن يخلصوا وطنهم السليم فليتفضلوا وليثيروها صيحة واحدة، وستكونون أنتم أول من يزور فلسطين في مقدمتي.
ونحن أيها الإخوة لسنا ممن يديرون المعارك من وراء المكاتب وأجهزة التلفون. فإذا حلت الساعة ودق جرس الحرب والنضال فستروني أنا بنفسي وإخوتي وأبنائي أمامكم. وإنني أيها الإخوة لا أقول هذا لا رياء ولا تزلفا، ولكنني أقوله عن عقيدة ثابتة، لأنه إذا لم ندافع بدمائنا وكياننا وكل ما نملك عن قضايانا فلن نكون أصحاب شأن، ولن يقوم لنا قائمة إذا اقتصرنا فقط على الخطب والتصريحات والوعود والوعيد، فهذا ليس شأننا أيها الإخوان ولا شأنكم. ونحن حينما نصارح بسياستنا لا يهمنا أن يزعل الغرب أو أن يتكدر الشرق، لأن الشرق والغرب اتفقوا على هضم حقوق العرب وسلبهم أراضيهم المقدسة. نحن لسنا ممن يطلب الإعانات والقروض، ولسنا ممن يستجدي في سبيل بعض المسائل المادية الزائفة، ولكننا ندافع عن مبدأ ندين به بعد الله وبعد عقيدتنا الإسلامية بأن العرب يجب أن يدافعوا عن حقوقهم. أيها الإخوة الكرام، نحن كما قلت لا نريد من إخواننا العرب إلا أن نتصافى فيما بيننا بأخوة ونتعاون على إسعاد شعوبنا والنهوض بها، وأن لا نستعمل قواتنا وبوليسنا في التدمير والتخريب وفي إرهاب المواطنين وفي سلب أموالهم وحرياتهم وكرامتهم، فهذا ليس فهذه أيها الإخوان ليست من غاياتنا ولا من أهدافنا، ونحن لا نطلب من إخواننا العرب أي مساعدة ولا أي غاية من الغايات نهدف إليها، ولكن نريد من إخواننا العرب أن يحترمونا كإخوة لهم، وأن يحترموا استقلالنا وحريتنا، وأن يحترموا وطننا وأبناء وطننا. أما من أراد أن يغمط هذه الحقوق وأن يعتدي فسيقابل بأشد ما يمكن من قبلكم أنتم أيها الإخوان. لأنكم أيها الإخوة لم تتعودوا في حياتكم أن تحكموا من الخارج ولا أن يتسلط عليكم أحد، فقد عشتم منذ القرون الأولى وقبل الإسلام إلى هذه اللحظة وأنتم أحرار لا يحكمكم إلا أنفسكم، ولذلك فلن تقبلوا حكما غير حكمكم. من مد لكم يد الأخوة والمحبة والتعاون فستفتحون له قلوبكم قبل أيديكم، وهذا واجب على كل عربي ومسلم. إخواني وأبناء وطني، إنني حينما أتكلم
فلست أتكلم كفيصل، ولكني أتكلم كفرد منكم وكمعبر. وكمعبر عن مشاعركم أنتم، لأن هذه الأشياء تخصكم أنتم قبل أن تخصني أنا، وما أنا إلا تابع لكم ومتجه بتوجيهكم وبإرشاداتكم. ولست أقول هذا من باب التزلف أو النفاق، والله سبحانه يعلم إنني لا أقول هذا إلا عن عقيدة، لسبب واحد، وهو أنني أعتقد أنني حينما أخدمكم وحينما أكون في خدمتكم فإني أعتبر هذا أعز مقام لدي، وإذا كان هؤلاء الناس يهتمون أو تروق لهم الألقاب والأسماء كملك وخلافه، فوالله لن تقوم عندي هذه مقام شارة في سبيل خدمتكم وفي سبيل الاعتزاز بكم أنتم يعني. لأنني أعتبر خدمتكم والاعتزاز بكم هي أكبر مقام وأكبر شرف يمكنني أصل إليه. هذه هي الحقيقة أيها الإخوان. ولذلك فإنني أدعوكم أيها المواطنون جميعا بأن تكونوا في عون حكومتكم في توجيه على الاتجاه الصحيح، وإذا كانت هناك أي أخطاء أو أي ملاحظات فإن لكل فرد الحق بأن يبديها وأن يوصلها إلى أكبر مرجع وإلى أصغر مرجع، فإن هذا حقكم أنتم وهذا واجبنا تجاهكم وتجاه أي فرد في هذه الأمة. إلا أن هناك ملاحظة، فيجب أن تكون الملاحظات أو التوجيهات في حدود الإمكانيات، لأننا بشر وليس في إمكاننا أن نعمل كل شيء، فيجب على أي فرد من أفراد الأمة أن يوجهنا وأن يطلب منا العمل بما في إمكاننا أن نعمله، أما ما ليس في إمكاننا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيها الأخوة الكرام، إنني لا أريد أن أطيل عليكم، وقد أوشك الوقت المحدد أن ينتهي، ولكنني أختتم كلمتي برجاء حار لكل المواطنين أن يكونوا يد واحدة وقلب واحد وروح واحدة في سبيل الله ثم في سبيل الوطن والأمة. هذا كل ما أريده أيها الإخوان، وأرجو الله أن يوفقنا جميعا لخدمة ديننا وأمتنا ووطننا، وأن يجعلنا من عباده المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.